دانا مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد ومرة أخرى أهلا بكم في هذا البث المباشر. غادي نرجعوا الحالة ديال الطفل سلمان إذا عقلتوا، اللي كانت واحد العين ديالو على الجهة ديال العين اليسرى اللي تصاب بها بواحد الحجرة في عينه ودخلت له الزاجة في عينه، وطلبت هذا الحادث أنه يجري عملية جراحية ماشي هنا في المغرب ولكن خارج المغرب. بفضل النداء اللي عملته أم سلمان عبر قناة شوف تي في، تواصلوا مع مجموعة من المواطنين والمحسنين اللي عطاوها وترشدوها على أنها تجيب الطفل ديالها لبرشلونة باش يعمل العلاج ديالو على يد طبيب العين مختص هناك. إذا الجديد في القضية هو أن الطفل عمل 7 ديال العمليات ومرجع دابا للمغرب باش يرجع يكمل العملية الأخرى. تفاجأت الأم ديالو على أنه باقي ما تعاونوش معاهم باش يعطيهم الفيزا يرجعون برشلونة يكملوا العلاج ديال العين. إذا باقي المعلومات غادي نرصدوها مع الأم الطفل. السلام عليكم. السلام عليكم، أنا الأم سلمان، طلبتني هذه دابا شهرين وباش كنتدات معكم، وكنشكر شوف تي في من الأول هو متبع معايا الحالة سلمان إلى يومنا هذا. أنا طلعت شهر الأولاني باش نعمل عملية سلمان، من بعد ما عملت 6 العمليات هنا في المغرب كانوا بدون جد ولكن شي نتيجة زاروا عينهم. طلعت من إسبانيا الحمد لله وهذو معايا الناس المحسنين كل واحد ايوا، وطلعت من اسبانيا الشهر الاولاني. يلاه الله يجزيهم بخير المحسنين برشلونة، جمعوا لي 13 مليون، عملت العملية، تلات لي الفيزا عاودت في حالي قبل ما نعمل العملية. رجعت باش نعمل العملية في الشهر الثاني، عملت العملية ب 13 مليون، عملت العملية بشي 12 يوم 13 يوم تلات لي الفيزا. الطبيب قال لي ما تهبطش، انا بنتي صغيرة عندها عام ونص زائد الفيزا تلات لي سنين طبقة هنايا. هو تعطاني رونديفو الطبيب 5 ايام، وكل لان عطاني التقرير الطبي ما يمكنش العائله يبقى في المغرب اكثر من 5 ايام لان الحاله ديالو باقي ما عرفناش. قال لي العمليه مزيانه ولكن النتيجه ما كايناش، العائله باقي ما كيشوفش شي مرض عينه. المهم دفعت الفيزا في الرونديفو الاول، واخا عمل عمليه 13 مليون اورو 13 عمليه 13 مليون، عملت اخرى ب 334 هي، وعملت اخرى ب 191 هذه اللي مور 13 مليون. كانوا النتيجه ديال العمليه باقي، قال لي الطبيب العمليه جات مزيانه ولكن النتيجه ما كاينش حتى شي نتيجه، ها هو العيب قدامكم. دابا المشكله دفعت الدوسي وهاد التقرير ديال الطبيب بان العين ما خصوش يبقى هنا في المغرب حتى من سيمانه، وهيداك والو بدات رونديفو نهار 5 في الشهر والو. فايش من القنصليه؟ ديال المغرب هنايا، ماشي المغرب، شنو القنصليه؟ القنصليه ملحقه، انا كندفع في الملحقه. اها شنو الملحقه، الاسبانيه ولا الفرنسيه؟ لا اسبانيا. دفعت في هذه، ردوا الرونديفو هنايا عندي، مشيت دفعت الصباح الاثنين، مشيت دفعت دابا هذا الشيء شي جوج سيمانات، وكل مره كنتسنى بان نهار 5 في الشهر خصني نهار كل جوج في الشهر نشبر الفيزا باش نطلع الرونديفو ديال العين. نهار 5 في الشهر كيعيط لي يقول لي العين فين هو، تعطلتي ولا كونتو، زائد الدواء التراني مشيت نشري الدواء هنايا ما شفتوش كاين فارماسي. واخا عطيتهم الورقه مؤشره مع الطبيب باش يساعدوك؟ هو التقرير الطبي بان العين ما خصوش يجلس، ما خصوش يجلس فوق الاعداد هنايا، ها هي التقرير ديال الطبيب، ما خصوش يجلس يبقى في المغرب بان العين الحاله ديالو ما كتسمحش يجلس في المغرب. هيداك والو، مشيت لعندهم البارح كنسيت الفيزا حتى نشوفو ردو عليك. انا باقا نتسنى الطبيب عيط لي كيقول لي انا لا انا قلت لك ما تهاودش، كيقول لك احنا ناجلو لك رونديفو. دابا المشكله ماشي في هادي، ها هو التقرير ديال الطبيب اخو بان هذاك الاولي وهذاك الثاني. قلتي لها علاش هودتي؟ لان ما عندكش ما لان العينه كتبكي صغيره عام ونص زائد الفيزا الثالث، قال لي نزيدو لك فيها تما. انا ما نسيتش نزيد فيها تما لان الا زدت وهوت ما يمكنش ساعتين من الساعه كون انت ما زدتي فيها تما بقى تزيد، انا خصني يعطيوها لي طويله الشهر، كيعطيوني شهر، ها هي الشهر شهر انا ما كافيانيش باش ها هو شهر كيعطيوني الفيزا الاولى هي فيها شهر، الفيزا الثانيه هي فيها حتى هي شهر. هذه الاولى والعلاج غادي يدي فتره طويله، غادي دخل لي فيها شهر ونص العلاج بالعائله، شهر ونص العائله ما خاصه الطياره
المخاصر ديال الدواء، المخاصر ديال الفيزيتات. دابا انا الشهر ونص اللي كان عندي فيها حق باش ندوز فيها العيان تما فاروق في الكلينيكا ديالو مشاتني. دابا ملي غنطلع ونزل الفيزيتات ديالو تما غاليه. شتي شحال الفيزيتات ديالو؟ الفيزيتات ديال الايمو الايمو غاليه 4000 درهم 5000 درهم باش يشوفوا العيان الطر العيان اللي صبر شي الحالات ديال العيان. شو شحال 4000 ولا طر العيان ما استحمل شي يستحمل شي هادشي بلا مسكار كيطري هبطوه كيعملوا له مسكار باش كيعملوا له مسكار شوف شحال باش كيعملوا له مسكار هادشي بزاف عليا الحمد لله الله يجازيهم بخير المحسنين ديال برشلونه الله يكثر خيرهم تعاونوا يعني تعاونوا معك افراد الجاليه وجمعوا لك المبلغ جمعوا لي المبلغ ولكن الفلوس انا دابا ما وصلتش هاد الساعه واش تطلع يقول لك الناس يقول لك الطبيب خلص تخلص 4000 5000 درهم وباقي عزائي نظرة السماء العين ها هو العملية عملها لا بلا ما تفتح عينك يوقف عينك هكاك معاه ها هو العملية عملها ولكن الترويض خصو الترويض الترويض غالي لان هذيك ماشي الطبيب ديال يا الطبيب الدولة صافي شو العين هاي وحيد كتشوف لك ها هو كتشوف الحاله وما قدرش دابا نبدل الطبيب الا بدات الطبيب العين يقول لك الناس كاين تما الطبيب باش تبدل باش هادي ولكن انا كما تبديت مع الايمو وقيت 13 مليون ما يمكنش اخلي انا 13 مليون نمشي للطبيب نبدا مع الطبيب اخر خصني ضروري كاين مليون معاهم لان باقي ما عرفتش بلي كنعمل له غير انا التصرف كيفتح لي عيادات يقول لي انا ما كنشوفوها اللي كنشوف غير الكحوله يعني مشات 13 مليون مشات في الزيرو وزائد المصاريف هي 4000 5000 6000 درهم الفلوس تلاوني بقيت اونبان فيزا تاطولي بها الطبيب كيعيط لك يقول لي العيان خصك تطلعو باقي متبعين يلاه 12 يوم باش تبع العلاج ديالو صافي انا 12 يوم باش نعمل العمليه هاوت كنتفاجئ المره الاولى عطاوها لي دغيا المره الثانيه عطاوها لي دغيا دابا المهم تعطل علاش تعطلوا العيان عطيتهم التقرير دابا المشكله عطيتهم التقرير الطبيب يدو كيقول العيان هذا خصو يهود ويطلع سيمانه واخا عطاك رسالة مستعجلة ما عطاوهاش أهمية ما عطاوهاش الأهمية وهذه العينينة أنا دابا وأدم فيرمي على الورقة العينينة باش تعطل باش حاجة أنا مسؤولة علاش لأننا في الأول قال لي الطبيب زيد في الفيزا أنا قلت لهم لا خصني نعاود نشوف بنتي مم أنا ماشي مستعدة نحرق الفيزا أنا ما كنتش نحرق الفيزا علاش لأن ماشي مصلحة دول أنا عندي العوامل عندي الراجل مريض هو متبع الراجل عندي مريض ما بقيتش ضروري نطقن هنا مسؤوليات ما نقدرش نخلي بنتي عندها عام ونص ونجلس انا ثلاث سنين اربع سنين ما نشوفها شي ما نقدرش يعني اما خصني نطلع معايا واما خصني نبقى نطلع ونعاود باش طلعتها صعيب بزاف ودابا كنطالب اللي يشوف معايا الحال في هاد الفيزا ويشوف معايا الحال انا عييت ماشي ما جايت نجد الله العافيه فيكم انتما كتشوفوا والله يجازيكم بخير الله يرحم والديكم